حمص، أحياء حمص المحاصرة، آثار الدمار اللي في القصف عشوائي، الأحياء المجاورة لمسجد خالد بن الوليد. هذه هي أحياء حمص المحاصرة بعد أكثر من 10 أشهر، والحصار الخانق مستمر، والدمار الهائل الذي خلفه هذا القصف العشوائي. بسبب القصف العشوائي هذه هي أحياء مدينة حمص. بالقرب من مسجد خالد بن الوليد الأسري، هذا الصحابي الجليل الذي دمر بسبب قصف عشوائي. هذه هي أحياء مدينة حمص. هذا هو السور الخارجي للمسجد، انظروا كيف دمر بسبب قصف عشوائي قبل عصابات الأسد على أحياء حمص المحاصرة، وبالأخص على مسجد خالد بن